حضرتك اللو تي بي افوكاتو اول ليجل ابلكيشن، كنت عايز اعرف منين جت لحضرتك الفكره وايه هدف الابلكيشن؟ انا خلفيه قانونيه، انا محامي بالنقض، عندي شركه محاماه تعتبر اول شركه محاماه في مصر بمفهوم شركات المحاماه. يعني الشركه مكونه من اقسام مختلفه، بارتنر مختلفه. كان عندنا مشروع رئيسي بنشتغل عليه اللي هو الليجل كير. الليجال كير عبارة عن حاجة شبيهة بالتأمين الصحي بس تأمين قانوني، ده مسجل باسمي في مصر وبدأت أشتغل عليه. كنا عايزين طريق التواصل أسهل وأسرع مع الناس، فجت فكرة إن احنا نعمل أبليكيشن. فلما فكرنا نعمل الأبليكيشن لقينا في حاجة مهمة جدا، احنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر إن المحاماة أو جزء كبير من المحاماة مش كويس من نواحي كتيرة. المحامي بيشتغل كل حاجة، مش متخصص، ثقافته القانونية والاجتماعية في التسويق في كل ما يخص شغله في تنمية بشرية إدارة، عنده نقص كبير فيه. فقلنا احنا ليه ما نعملش حاجة شاملة تخلي المحامي مستواه يختلف، تعامله مع الدنيا يختلف، يرتبط بالجزء التكنولوجي أكتر، يرتبط بالحياة دي أكتر، لأن المهن كلها وصلت للنقطة دي إلا المحاماة. للأسف في حوالي 10% بس اللي بيتعاملوا مع المحاماة بالتكنولوجيا، بنظام الشركات. في جزء تاني لا، المحاماة بالنسبة له محكمة بس، المحاماة بالنسبة له بيقابل زبائنه على القهوة. فاحنا عايزين الثقافة دي تتغير، عايزين نشوف المحامي زي ما بنشوفه بره. ده حلم عندنا وبنسعى ان احنا نحققه ان شاء الله. طيب ايه الفيوتشر بلانز ان انت حاجة تطور من الاب اكتر؟ احنا اللي ظهر من الاب دلوقتي فيرجن 1 بس، احنا عندنا 4 فيرجن. الفيرجن التاني ان شاء الله هيبقى فيه ان المحامي يقدر يطلع في حالات الامرجنسي بالتراكنج زي حاجه شبيهه باوبر كده. في جزء تاني ان احنا بندرب المحامين كمان، بحيث ان احنا مش بس شغلنا هيبقى على التكنولوجيا او على الابليكيشن، احنا هيبقى لينا شغل كمان على الارض ان احنا نخلي المحامين اللي موجود على الابليكيشن محامين مدربين بالفعل. جزء كبير منهم اللي مدربوا افوكاتو على التخصص، كل واحد في الجزء اللي هو حبه، لان احنا مش بنسمح لحد انه يسجل على افوكاتو غير في تخصص او اتنين بكتير قوي. المحامي الكشكول ده خلاص، يعني احنا بنحاول نلغيه من فكر المهنه ان شاء الله خالص. طيب حسب الباك جراوند ده اول ليجل ايفنت حضرتك تحضره، فايه اللي خلى حضرتك انترستد للموضوع انك تشارك في الايفنت ده؟ طبعا احنا شاركنا في حاجات تانية بسيكيور بريدج او الشركه القانونيه، لكن بافوكاتو ده اول ايفنت قانوني نشارك فيه، لان احنا لسه احنا خرجنا في النور في شهر 4 اللي فات بافوكاتو. اولا انا لقيت في مجموعه بتاع زالو الحلم اللي انا بحلمه. أنا شفت شباب محامين بيعملوا أو شباب قانونيين بيعملوا كل اللي أنا كنت بحلم بيه من البداية، المظهر، الجوهر، التدريب، بيحاولوا ينقلوا عالم قانوني مختلف، وده يمكن اللي احنا بنشتغل عليه في الابليكيشن، ده الشعار بتاعنا نحو عالم قانوني مختلف. فلقيت فيهم بجد إن هم مختلفين، فقلنا لا، ما ينفعش دول نبقى بعيد عنهم، احنا لازم نبقى معاهم ونشارك معاهم، ولو في اي حاجه احنا ينفع نبقى موجودين فيها معاهم ان شاء الله بعد كده، لا لازم هنبقى موجودين ان شاء الله. طيب ايه راي حضرتك في التطور اللي وصل له المجتمع القانوني؟ هو من 2008 مختلف عن قبل كده، يعني قبل 2008 كانت المحاماه صعبه جدا، بعد 2008 الدنيا اتغيرت، جت بعد الثوره الدنيا اتغيرت اكتر، بدا في فهم للواقع، بدأت فيه أنواع كتير من المجالات اللي ما كانش المجتمع يعرفها، زي الجرائم الإلكترونية، زي العقود الدولية، زي فبدأ ده يخلي المحامي لازم غصب عنه يشتغل، وإلا هيبقى زيه زي الموبايل أو التليفون القديم ده، خلاص كل ده بيتلغي وبتظهر حاجات جديدة. فلا، احنا ماشيين للاحسن ان شاء الله، وان شاء الله بالابلكيشن نقدر نغير في جزء، وان شاء الله نطوره مع الزمن ان احنا نقدر نعمل حاجه تبقى بمجالات مختلفه زي الهيلوجرام وزي التطور المجتمعي هنتابعه ان شاء الله باذن الله. ميرسي، شكرا لحضرتك. انا شاكر لحضرتك جدا.